يا رب إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك أسألك أن تدبرني بحسن التدبير، وتلطف بي وتنجيني يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لي شأني كله، واغفر لي وارحمني، وتوب علي، أنت أرحم الراحمين. النهاردة بنجدد لقائنا في مسيرة الخير. النهاردة معانا الدكتور مصطفى العكريشي، هيكلمنا عن يعني روائع الصدقة، هيكلمنا عن حسن التربية، هيكلمنا عن كل اللي فاتنا ده لو تصدقنا فيه وأخلصنا النية وتقربنا لله الواحد الأحد. اللي جاي يبقى إيه؟ تعالوا نشوف بقى دكتور مصطفى وجاوب عن كل الأسئلة دي. نورني دكتور مصطفى. ربنا يعزك يا فندم، كلها ساعتك طيبة. قالوا لي إن في شباب وأطفال زي الورد بدأوا بقى يتعاونوا معانا، بدأوا يسمعونا. كلمني بقى على اللي إحنا عملناه أنا وأنت ونبض الحياة ورسالتنا في حسن التربية. بسم الله العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، جعل في ذلك عبرة لأولي الأبصار، والصلاة والسلام على حبيبنا النبي المختار، صلوات ربي وسلامه عليه. أنا بقول لحضرتك إحنا يعني بفضل الله في شهر رمضان الكريم، كم من الأطفال الذين ساهموا بفضل الله، وده اللي حضرتك كنت بتتمنيه، وده اللي فرحك جدا، وده اللي حضرتك كنت بتحكي عليه معايا. دايما فرحانه بشوف الفرحه في عينين حضرتك دايما، وبشوف الفرحه ملياكي. صح والله العظيم. صح. لما حضرتك بتسمعي ان طفل صغير بفرح، صح، ان كلامنا الحمد لله رب العالمين جه بنفع، الحمد لله، ان جميع الاباء والامهات حرصوا ان هم يربوا اولادهم تربيه صحيحه. في سوره الاسراء اتفضل ربنا سبحانه وتعالى في الايه ثالث صفحه كده لو قلبت على الشمال تبص تلاقي يقول لك ايه بقى في الايه بتاع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فاخر الايه بيقول ايه بقى؟ وقل رب ارحمهما كايه؟ كما ربياني صغيرا. كمان مره، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني. يبقى ربنا يرحم الاب والام امتى؟ لما يربوا اولادهم تربيه صحيحه. وهي دي احسن التربيه، اللي هي الصدقه، اللي هم ربوا اولادهم على الصدقه. رب ابنك على العطاء. طب اول من هيعطي ابنك هيعطي مين؟ ابوه. الله. الله الله الله، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده البر. صح. هو ده بقى البر. يبقى انت بتربي في ابنك البر والخير والاحسان، عشان مين اول واحد هيفوز به؟ انت. لما تكبر وتاخذك بقى الهرم والشيخوخه والكبر السن وتبقى محتاج، اول واحد هيعطيك واول واحد هيكون جنبك وفي كتفك ويشيلك وفي ظهرك ابنك. صح. لانك ربيته على كده، والحمد لله رب العالمين. جمهور تفاصيل بفضل الله، والله الحمد لله يا رب العالمين. الأطفال ما أعظمهم، ما أكرمهم، أطفال ما أكرمهم. أو والله وأباء وأمهات هيشوفوا ثمرة ده قدام. طيب تعالى نشوف ده والصورة بقى اللي بتتكلم عن نفسها. نطلع نشوف نبض الحياة بعتلنا إيه في التقرير الجاي ونرجع لكم مرة تانية، أبقوا معنا. باب الإنفاق في سبيل الله ما فيش حد دخل منه إلا ونال كرم كبير من الله سبحانه وتعالى. لكن هل المعنى ده وصل لقلوب الأطفال؟ لما نلاقي طفل بيكسر الحصالة بتاعته علشان يساهم في عمل من أعمال الخير، أو نلاقي طفل بيستغنى عن الحاجات اللي هو بيحبها ويتبرع بمصروفه لمسجد أو لإطعام فقير، ده بيخلينا نراجع نفسنا كتير في مسألة الإنفاق والصدقة، لأنها باب لكرم ربنا جل وعلا لعباده. ودي مكالمة تليفونية وصلت لمؤسسة نبض الحياة من طفل متبرع، تعالوا نسمعها سوا. السلام عليكم، أنا اسمي محمد صابر، عندي 7 سنين ونص. مؤسسة نبض الحياة معايا، أنا هفتح الحصالة بتاعتي وديكم فلوس عشان توصلوا للناس الغلابة مية. أوصل لكم إزاي؟ شوفوا الأولاد، شوفوا الحلاوة، شوفوا العيال الصغيرة. يلا يا أهل الخير ربنا يبارك فيكم.
تعالوا نعود نفسنا ونعود أولادنا على الإنفاق ومساعدة الغير، لأنهم هيكونوا في يوم من الأيام سبب لوصول الأجر لينا في الآخرة. اسمك يا حبيب؟ ها؟ يوسف رمضان. ربنا يبارك فيك يا ابني، مش عارف 200 جنيه دول ولا ايه؟ ربنا يبارك فيك يا ابني. وانت اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد. ربنا يكرمه ويوسع عليه. جايب مصروف، شوفوا العيال الصغيره اهو، انا عايز الجيل المسلم ده، هي دي مصر وهم دول اهل الخير. الله يكرمك يا ابني. اسمك ايه يا ولد؟ احمد حسام. جايب كبشه فلوس، شوفوا قد ايه، جايب كبشه فلوس مش عارف عددها كام. ربنا يكرمه ويوسع عليه. صدقه جاريه أو ولد صالح يدعو له. دايما لما بنحسن الوصف لشخص ما بنقول ده ابن خير، ده حد تربى على الخير. ربنا يجعل ولادنا كلهم ولاد خير. ونقدم تحيه انا ودكتور مصطفى للبطل محمد صابر. انت مش 7 سنين، انت يا ربنا يديك العمر كله وتحقق كل اللي تتمناه يا محمد. عايزك اسال حضرتك سؤال بقى. اتفضل. مين اللي يستحب قوي انه يتصدق؟ يعني يستحب قوي ده؟ عايز اهم الفئات اللي عايزه تصدق؟ النساء. النساء. والله. ليه بقى يا دكتور؟ النساء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج هو سيدنا بلال، فخرج فرح للنساء فقال لهم تصدقن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تصدقن، فيستحب لهم انهم يتصدقوا اكتر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرهم هم بالصدقه يبقى لهم خير عظيم. يبقى سيدنا النبي عاوز من وراهم شيء، في حاجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرمي اليها. ايوه استقبل. الله ينور على حضرتك. لما يقول لهم تصدقن، طب اما جويريه تشوف حضرتك كده عماله تتصدقي يمين وشمال وشرق وغرب وهنا وهنا، هتعمل ايه؟ تتعود تدي. الله. يبقى بتتعلم العطاء. صح. بتتعلم صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى الكريم. صح. الكرم. هتبقى ذات كرم، واول ما هتبقى كريمه هتبقى كريمه مع حضرتك. صح. يبقى اول حاجه النساء. عارفه اما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع سيدنا بلال حبشي، كان فقير سيدنا بلال بس كان غني عند ربنا، تمام؟ اول ما سيدنا النبي قال لهم تصدقن يا نساء، النساء راحت عامله ايه؟ كل واحده كانت لابسه حته ذهب راحت قالها وراحت حاطه في حجر سيدنا بلال كله، وبقت تحط. ليه بقى؟ دي طاعه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا بكلم كل الساده المشاهدين يلي كل اللي بتشوفيني دلوقتي، انت بتحب سيدنا النبي؟ لو بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برهني، فين الدليل؟ فين البرهان اللي الاستاذه نهال اتكلمت عليه في اول رمضان؟ ان الصدقه برهان على الايمان. فين؟ انت فين من الكلام ده؟ لسه بتفكري؟ الوقت بيروح مننا، رمضان بيروح مننا، ما تفكريش. ارفعي دلوقتي اهوت سماعه التليفون واتصلي على نبض الحياه وقولي ان شاء الله انا معاكم. شهر رمضان مش هيعدي مني الا وانا معاكم ان شاء الله. طب والفئه الثانيه؟ اتفضل. التجار. التاجر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف كده برضه. كل تاجر ينبغي عليه ان يتصدق. يستحب قوي 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 ان يتصدق. ليه بقى؟ اصل في التجاره دي يا استاذ نهال احنا بنضطر ان احنا نحلف. والله العظيم انا جايبها بكذا، لا والله، والله العظيم ده انا شارب كذا، والله العظيم لا 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 لا، والله الفستان ده ده ده, ده واقف عليا ب 400 جنيه وممكن تجيب منه ده قفص البرتقان ده انا واقف عليا ب 35 وانا ببيعه تشتري منه ب 20. طب والحلفان اللي انت لسه حالفه من شويه؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بيشوبكوا شوائب في المال بتاعكم. طب اعمل ايه؟ نرجع للايه، خذ من اموالهم ايه؟ صدقات. تعمل ايه بقى؟ تطهرهم. يبقى انا عايز انا ده راجل تاجر وعايز اطهر مالي من المال الحرام، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يكتر. او الزلل. أيوة. اللي هي اللفتات. الله. جميل. صح. الله. الزلل اللي انا بقع فيه ده. اعمل ايه؟ تصدق. الله عليك. ربنا سبحانه وتعالى يحوش عنك كل بلاء وكل اذى. فاجئني. ثالث فئه. يلا ثالث فئه. مش هتصدقي. اتفضل. الفقير يتصدق. والله الفقير. بايه؟ على كل امرئ صدقه. تصدقي ديت؟ على كل امرئ صدقة، على كل إنسان المفروض عليه يتصدق. حتى لو كان فقير محتاج عاوز، لا تصدق. ما هو لازم يبقى لك حاجة عند ربنا. أنا لازم يبقى لي حاجة عند ربنا مع إني فقير. طب أنا ما حلتيش، حلو عادي. طب أنا أقول لحضرتك حاجة؟ اتفضلي. والله ما بتهون غير على غلبان. أقسم بالله صح. والله العظيم صح. وأكتر الناس اللي بتتبرع معانا وبتوصل معانا مية وبتحفر معانا آبار، والله العظيم الناس اللي هي يا عيني
ما هو ما بيحسش بالكلام ده لا يشعر الله الا من يعانيها. اغش منك كلمه؟ اتفضل. من ذاق عرف. اه والله، اه والله فعلا، اللي ده الجوع واللي ده العطش هو اللي بيحس بالناس ديت والله العظيم. وكتير من الناس اللي هم بفضل الله ربنا رزقهم اموال، كتير ناس قلوبها حنينه وناس افاضل وناس كرمه يشتهرون بالكرم، وبرضه ايديهم في ايدينا مع الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا عايزينه. هقول لحضرتك حاجه جميله قوي. اتفضل. في 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 كتاب الحاكم، في كتاب المستدرك للامام الحاكم رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب اللي بيقول ان الاعمال بتتباهى، كل عمل كده بيتباهى على الثاني. اخبر سيدنا عمر بن الخطاب اللي بيقول كل عمل بيتباهى على الثاني، بيقول لا انا افضل منك، والعمل الثاني يقول له لا ده انا افضل منك، والثالث يقول له لا ده انا افضل منك، فتاتي الصدقه وتقول انا افضلكم. انت مين بالنسبه لي انا؟ الصدقه هي اللي بتتباهى، هي اللي بتقول انا افضلكم، انا احسنكم، انتوا مين بالنسبه لي انا؟ يبقى الصدقه دي شيء ايه؟ عظيم. شيء عظيم لله سبحانه وتعالى. انا عايزك تتباهى كده بالصدقه بتاعتك، ما تستناش، ارفع سماعه التليفون دلوقتي وقول يا جماعه انا معاكم. والله العظيم انا خايف على الناس دي، والله العظيم انا خايف عليك، انا خايف عليك ان الحسنات تروح منك، ان كل الناس يبقى معاها زاد يوم القيامه وانت بغير زاد، وانت ما معكش، انت ما حلتكش حاجه. لما نيجي دلوقتي نروح رحله بنعمل ايه؟ ياه، بنجيب اكل وشرب وكيكه وشاي وترمس وعايشين. جميل. طب اين زادك في رحلتك الى الله؟ الصدقه. الصدقه. ربنا قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واحسن التقوى الصدقه، لانها بتبين انك تقي وقريب من ربنا سبحانه وتعالى. انا بقى عايز اجهز اخش على ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ ايوه، هاجي يوم القيامه اخش على الله بايه؟ اقول له يا رب ادي عملي، هو فين يا رب؟ ما انا ما عملتش. انت عملت كتر فين؟ في الدنيا. وتبني فين؟ في الدنيا. وتعمر فين؟ في الدنيا. طب والاخره؟ طب رحلتك دي جهزت لها ايه؟ ده احنا اما اجي اقابل الاستاذه نهال مثلا، هاجي اقابلها بعمل ايه؟ بس احسن لبس ومش عارف ايه، وهديه من افخم الهدايا، وحاجه تليق بقى بمقام الاستاذه نهال، فما بالك بمقام الله؟ الله يرضى عليك. ما بالك بمقام الله سبحانه وتعالى. جهز نفسك وشوف هتخش على ربك بايه؟ داخل عليه بصدقه، ولا داخل عليه بصدق، ولا داخل عليه باخلاص، ولا داخل عليه بايه؟ ما لاقيش في دكتور مصطفى افضل من هو جرس انذار لينا كلنا. ورسالته انا بحسها بتدخل قلوبنا جدا. طيب لو احنا عايزين نحفز الناس لتصدقهم اهم، اختاروا طريقهم وربنا يجعله في ميزان حسناتهم ولهم صالح الاعمال. واللي ما تصدقش بقى نقول له ايه؟ ايه هي روائع الصدقه؟ كان سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال كلام غايه في الروعه. الا الصلاه عماد الاسلام، والجهاد سلام العمل، والصدقه شيء عجيب، والصدقه شيء عجيب، والصدقه شيء عجيب. ايه العجب في الصدقه يعني؟ ايه اللي يميز اللي هو تصدق من اللي ما تصدقش؟ الصدقه شيء عجيب. قال لك ما هو انت بتتصدق مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. طب انا اتكلم في الواقع. اتفضل. ما شفتش حد قبل كده فقير وربنا سبحانه وتعالى اغناه وبقى من اكبر الناس اللي معاها فلوس؟ كتير. ده اروع شيء بقى، دي الروعه، اروع شيء. الواقع هو اللي بيقول لك من روائع الصدقه ان ربنا سبحانه وتعالى بيكتر لك مالك، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك في اولادك، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعدي اليوم عليك ومفيش عندك اي مرض، نايم بالليل بنتك سليمه جنبك، نايم بالليل مراتك سليمه، نايم بالليل انت سليم، نايم وبتضحك، نايم وصاحي وانت بتضحك. اقسم بالله اكبر نعمه. ليه بقى؟ هنقول حاجتين. اصل الصدقه بتعمل حاجتين، الصدقه بتدفع وترفع. تدفع ايه؟ تدفع البلاء وترفع البلاء. تدفعه قبل ان ياتي. يبقى قبل ما يجي هي حقت الصد. لا ما تجيش، اصل الراجل ده بيتصدق، تيجي ليه؟ لا خليك هنا، اوعى ما تقربش منه. حمايه، هاله كده بترسم حواليك، هاله وانت صاحيه وانت نايمه وانت خارجه وانت داخله. اه والله العظيم الصدقه دي شيء عظيم جدا. طب وترفع ايه بقى؟ البلاء لو موجود، واحنا قلناها على مدى رمضان. والبلاء لو موجود الصدقه بقى، تصدق، داووا مرضاكم بالصدقه، الحق
الحق بالله عليك، الحق واعمل لنفسك. طب داوي نفسك. طب اداوي نفسي من ايه؟ داوي نفسك ماديا ومعنويا. داوي نفسك من اللي عندك من الامراض العضويه، وداوي نفسك من الامراض المعنويه. ايه الامراض المعنويه؟ زي الشح، زي الغل، زي الحسد، زي الحقد. تصدق وداوي نفسك عشان اقابل ربنا وانا ايه؟ وانا نظيف، وانا قلبي نظيف وجسمي الحمد لله نظيف وكل نظيف. تلقى الله كيوم ولدتك امك. ابيض، نقاء الانفس، نقاء. والله العظيم تبقى نور، نور عند ربنا سبحانه وتعالى. بس انت قرب منه، قرب من ربنا سبحانه وتعالى. خليك معاه، كن مع الله يكن ربي معك. طيب حط نفسي مكان مشاهد بيشوفنا دلوقتي بيقول لك هو ربنا مش محتاج ان انا لاي حاجه عشان اتقرب منه، يعني هو ربنا محتاج مني بس دعوه، هو انا لازم اتصدق عشان ربنا يسمعني؟ اقول له طبعا. قال لا، هو واحنا مش بنقول الا الذين امنوا وايه؟ عملوا الصالحات. ايوه. قال لا، طب ما سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. قال لا، بيقول انا عايز اكون مستجاب الدعوه. راح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله انا عايز اكون مستجاب الدعوه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. كل من حلال، واحنا لسه بنقول دلوقتي التجار، كل من حلال ونظف مالك وانت تدعي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. تقول للشيء كن فيكون. تقول يا رب اشفي فلان ربنا يشفيه. تقول يا رب ارزقني ربنا يرزقك. تقول يا رب اعطيني ربنا يعطيك. الله، هو الدعاء ما كلنا بندعي. واحد يقول لك ما لي ادعو ولا يستجاب لي. الله، ما هو منك، ما هو منك، انت ما قربتش. طب هقول لحضرتك حاجه بمثال واقعي كده. اتفضل. انا مثلا قريب من الاستاذه نهال، وكل شويه بتكلم معاها وحاجه وعمال اجيب لها حاجه كويسه وده وده. وواحد تاني الاستاذه نهال ما تعرفوش، بيلح ولا ما بيلحش بقى. وهو عاوز من الاستاذه نهال طلب. حضرتك هتدي مين؟ اللي بيلح عليا. الله ينور حضرتك. واللي قريب، يبقى انا لازم اعمل حاجه عشان ابقى قريب منه سبحانه وتعالى عشان يستجيب مني. ما ربنا قال ايه بقى في الايه؟ هو قال فليستجيبوا لي. فايه؟ فليستجيبوا لي. طب ما ربنا قال لك انفق وانت ما انفقتش. ربنا قال لك اعمل بير وانت ما عملتش. ربنا قال لك ساهم في وصلة ميه وانت ما ساهمتش. يبقى عايزه يعمل لك ازاي؟ هو ده مش هيقلل من عند ربنا حاجه. طيب انا هقول حاجه عايزك. طيب انا هقول حاجه وحضرتك يعني علق لي عليها. اتفضل. هو ربنا الرزاق الكريم، نعم، يرزقنا كلنا. اول ما بنقوم من النوم كده ربنا بيكتب لنا ارزاقنا. وكلنا بنرزق، نعم، من الله سبحانه وتعالى. لكن اعتقد ان الصدقات بتزيد البركه في الرزق ده. طبعا، يعني بتخليه رزقك مبارك. في واحد يقول لك فلوس بتطير. انا بدي البيت 10 زي 5 زي 2 زي ايه ده؟ انتوا ايه؟ أيوة. انتوا ما بتبطلوش مصاريف. انتوا فلوسكم بتطير. تيجي زوجه تيجي تقف تتحاسب قدام جوزها وبيحصل، تقول له والله ما اعرف، انا يعني ابنك خد كذا وبنتك خدت كذا، او متصرفوا. ويبقى هو طالع عينه. وحضرتك عارف طبعا يعني الحال، يعني ربنا يعين كل المسلمين والغير المسلمين يا رب. فالبركه بقى، ايوه، اربطها لي بقى كده. اللي احنا بنقوله ده وسمعناه وتربينا عليه ده الحقيقي. ما حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما نقص مال من صدقه. من صدقه. ليه بقى؟ لان الصدقه مش بتزود المال مال، ده بتزوده بركه. هي بتبارك لك في اللي موجود. ازاي ربنا يبارك فيه؟ انا معايا 100 جنيه. هي اللي معايا. حلو الكلام؟ بال 100 جنيه دي انا ممكن ما تقضينيش يوم. وواحد ممكن ال 100 جنيه تقضيه 3 ايام. صح. ازاي يا عم؟ في ايه؟ بركه. بركه من ربنا سبحانه وتعالى. طب ازاي؟ ال 100 جنيه بتاعتك بنتك عيت، فرحت للدكتور كشفت ب 50 وجبت علاج ب 50، ال 100 خلصت. صح. طب الثاني هو تصدق منها. فربنا سبحانه وتعالى حافظ له على بنته، وحافظ له على ماله، وحافظ له على عياله، ففضلت ال 100 زي ما هي. الله عليك. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الثاني ونرجع ليكم مره ثانيه. اقفكم معانا. احنا مؤمنين ان بلدنا هتقوم بينا كلنا. قررنا نساعد مع كل الجهات المختصه علشان نوصل الميه لكل بيت في اسرع وقت. اليوم هو يوم الفرحه. اليوم يوم إيصال المياه إلى هذه البيوت. اليوم استلمنا وصولات وعدادات المياه وسلمناها إلى البيوت وسلمناها إلى الأسر المحتاجة، ولا تتخيلوا قدر سعادتهم وفرحتهم والبسمة على وجوههم. وقد من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن وصلت المياه إلى هذه البيوت. قبل ما نركب العداد كنت عايشة إزاي؟ كنا زعلانين وتعبانين والله.
تعبانين بنعبي مية من الطرمبة وما فيش مية خالص عندنا في البيت، وأنا أم لسبع أولاد كل شوية أعبي على دماغي مية وعايز أغسل وعايز، ما فيش مية. صدر وقتي ربنا يجزيكم خير، صدر وقتي ربنا يجزيكم خير. الحمد لله رب العالمين، طلبنا منكم ان انتوا تدخلوا وصلات للناس، طلبنا منكم ان انتوا تساعدوا هنا بعض الناس المحتاجة اللي ما فيش في بيوتها قطرة الماء، طلبنا منكم ان انتوا تساهموا في ادخال البسمة والسرور على وجوه الناس. ولله الحمد لقينا فيه في منافسة، لقينا فيه تسارع في الخيرات، لقينا فيه مسابقة إلى عمل الطاعات، وده عهدنا بيكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله العدد ركب دلوقتي وهمية مية الحنفية وحنفطر منها إن شاء الله من المية بتاعتها بإذن الله. فرحة الدنيا بقى هتبقى عندينا لما نفطر المية الحلوة وكده، والله بتبقى يعني فرحة وعيالي فرحانين برضو إن المية جايانا وكده يعني. عم بارك الله فيكم، النهارده رحنا شركة المية وخلصونا المية والعداد إن شاء الله وتمام، وبارك في العداد، وأول مرة النهارده حنفطر من العداد، وبارك الله فيكم عمي إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. رب بلريقنا في الصيام بعد الفطرة بإذن الله، ربنا يبريك ويجعل من أهل الجنة بعد عمر طويل، ويديها الصحة والعافية للسبب في ركب الله الحنفية دي، وربنا يديكم أجركم جميعا، وربنا يديكم أجركم جميعا. فجزاكم الله خيرا، يا من تصدقتم ويا من أنفقتم ويا من بذلتم ويا من قدمتم، كل ذلك يبقى لكم عند الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فالله سبحانه وتعالى يضاعف من أنفق ومن تصدق ومن قدم ومن أعطى، ربك جل وعلا يكرمه ويعطيه أكثر من ذلك. فاحنا شفنا ده حاجة جميلة قوي، دي الناس اللي اتبرعت وعملت عمل صالح توجه بيه رب كريم تتقرب منه. في قرآن ده الكريم بنقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايز أكون من الأبرار، عايز أنال الجنة ونعيمها، كلنا طمعانين في الجنة ونعيمها، كلنا شقينا في الدنيا فطمعانين في الآخرة. كلمني بقى عنه. لن تنالوا البر، هو إيه البر؟ كل عمل خير، كل ما تكون قريب من ربنا ده بر. تكتب عند الله من الأبرار، وإن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده إن النعيم ده كله. طب أنا عايز أبقى منهم النبي، صدق الله العظيم، أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ تصدق، أنفق، خليك مع الله سبحانه وتعالى عشان تكتب من الأبرار، بس أنفق مما تحب. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة الفجر؟ اقرأ كده الصفحة على اليمين تحت ثالث سطر. قال وتحبون المال حبا إيه؟ جما. أكتر يبقى أكتر حاجة بنحبها إيه؟ المال. فربنا بيكمل بيقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الصفحة على الشمال فوق أول سطر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طب يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ده كلام ندم. يقول يا ليتني قدمت لي حياتي. قال هو اللي احنا عايشينها دي مش حياة؟ لا. قال أمال الحياة الفعلية إمتى؟ هناك عند ربنا سبحانه وتعالى هي دي الحياة. صح. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت. ما هو ليه؟ من عظم ما شاف، من عظم اللي هو شافه عند ربنا سبحانه وتعالى، بيقول يا ريتني كنت عملت لحياتي. يعني اللي احنا عايشينه دي مش الحياة، ده الحياة دي عند ربنا سبحانه وتعالى. النعيم فابني هناك واعمل هناك. طب حتى تنفقوا مما ايه؟ تحبون. كان واحد من صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبرع بسكر، نفقته كده، صدقته كده سكر، وعنده اموال، فبيقولوا له طب الاموال اللي عندك دي كلها ما تتبرع بالاموال، ما فيش الا السكر يعني اللي انت بتتبرع به؟ قال لهم انا بتبرع برضه من الاموال، بس ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا بحب السكر قوي فبتبرع منه. الاعظم بقى سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، تمام؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان نفسه ومن عينه ياكل سمك. سمك؟ سمك. ففي يوم كانت سمكه موجوده، سمكه، فمراته عملتها له، عارفه بقى ان هو نفسه فيها،
وعنده من القطايب والاكل بس هو نفسه في السمك، فهي سمكه واحده اللي موجوده. ماشي. فطرق الباب سائل. مين؟ قال له قال سائل ولسه هياكله. قال لها خذي السمكه واعطيها له. يا الله. طب ما ادتوش من بقيه الاكل ليه؟ قال لها قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما هو انا اصلا اكتر حاجه بحبها في الاكل اللي قدامي ده السمك. فناخد السمكه واديها له. فراحت مراته راحت رايحه لحد الباب وراحت مديه السائل الايه؟ السمك. تمام؟ وقالت له بقول لك ايه؟ وهي عيني هي عارفه ان نفسه فيها. نفس زوجها في السمك. فقالت له تبيعها لي. يعني بعد ما اديتها للسائل بتقول له تبيع لي السمكه دي تاني؟ فقال لها بيعها. قالت له بكام؟ قال لها بدرهمين. درهمين ذهب اديني درهمين اديني درهمين. راحت مديه له الدرهمين وراحت راجعه بالايه؟ بالسمكه وراحت حطها قدامه. قال لها عملت ايه؟ حكيت له. شويه والباب خبط تاني. مين؟ قال سائل. قال لها شيلي السمكه برضه وروح اديها للسائل ده. شالت السمكه وراحت والله فتحت الباب واديتها للسائل. طلع هو نفس السائل ناصح بقى. طلع هو نفس السائل فاديتها له قالت له تبيعها لي؟ قال لها اه. بكام؟ بدرهمين. قالت له بس نشدتك الله لا تترك الباب مره اخرى والنبي معلش سيبوا ياكلها بقى. فالعبره من القصه ديت ايه؟ ان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت بتحب المال قوي انفق من المال. انت بتحب شيء عندك عظيم جدا انفق منه تصدق منه والله ربنا اللي زودوا لك بركه. يا رب يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. يمكن دي اخر حلقه لينا معاكم في الشهر الكريم. نفسي اشكر كل الكرو بتاعنا كل كرو تفاصيل بشكره واحد واحد. استاذ محمود مصطفى استاذ احمد سامي الشباب اللي زي الورد يوسف وسيف. بشكر كل كرو نبض الحياه على راسهم مدير المؤسسه استاذ اسلام امين دكتور مصطفى العكريشي معانا ده استنوا هقول كرو نبض الحياه الشيخ محمد رضا. بشكر مساعد المخرج الجميل استاذه مي. بشكر استاذ اسماعيل. بشكركم فعلا تعبتوا معانا فعلا كنتوا قد المسؤوليه كنتوا رجاله محترمه. ده اللي كنا عايزين نقوله. هسيب بقى الدكتور مصطفى يختم الشهر الكريم ويدعي لنا دعوه حلوه تدخل قلوبنا. بقول يا رب هو معلش بس كلمتين. اتفضل. هو العيد ده عيد لمين؟ المسلمين. صح؟ هو عيد برضه لمين؟ مين اللي هيحس بالفرحه بتاعته؟ اللي اوفى كل اللي عليه. بس هي دي اللي احنا عايزينها. عيد لمن عمل. ليس العيد لمن لبس الجديد. إنما العيد لمن عمل وأقبل على الله سبحانه وتعالى وهو الحميد المجيد. أقبل على الله سبحانه وتعالى هيبقى عيد. هو دي اللي الفرحة بقى. فرحة بعد رمضان العيد بقى الحمد لله. نفقة وأنفقت صدقة وتصدقت صلاة وصليت بفضل الله. ربنا أكرمني بقراءة القرآن. ربنا أكرمني بليلة القدر. ربنا أكرمني بكل شيء. فعايز أبقى سعيد. فبقول يا رب يا رب اللهم أهله علينا هلال خير وبركة بإذن الله. وأعيد يا رب علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب. ولا تنقص منا أحدا يا رب. واجعلنا يا رب جمهور تفاصيل وجمهور نبض الحياة والكروب بتاعنا الجميل كله عصبة لا تنفك أبدا. اللهم أمين. يا رب اللهم أمين. هنيئا عليك العيد يا رب. يجعل مصر كل أيامها أعياد وكل الوطن العربي في أمان وسلام. تزوروني بعد العيد بقى ونرجع لبرنامجنا حكاوي ناس وشكاوي ناس ومشاكل ناس ونعيش بين ديننا وبين حياتنا. كانت معكم نهال طيل في أمان الله.